للنقل بالدوادمي عن مبادرة للتضامن مع جهود وزارة الصحة بتوفير 50 حافلة بسائقيها وفرق الصيانة المتنقلة لمواجهة جائحة كورونا تضامناً مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. سنتحدث أكثر حول هالموضوع. ينضم إلينا الأستاذ عبد الله بن شجاع الكرشمي، هو رئيس مجلس إدارة شركة راحلة للنقل بالدوادمي. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله. الله يسعدني مساك، حياكم الله، بارك الله فيكم. الله يحييك، شكرا أولا لتواجدك معنا في برنامج أخباركم. بداية ودنا تحدثنا عن المبادرة لشركة راحلتي للنقل. أولا أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذه المبادرة، ودعني قبل أن أتحدث عن المبادرة أتحدث عن جهود الحكومة المباركة الرشيدة في مكافحة هذا الوباء. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع الغم عن هذه الأمة وينطف بنا ويرحمنا جميعا. ولا شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بالأجهزة المختلفة لم ولن تروا جهدا في توعية الناس بخطر هذا الوباء وتقديم العلاج والمساعدات لهم لتتخطى هذه الأزمة بحول الله عز وجل. وكذلك نشر وعي والثقافة لدى أفراد المجتمع كي تبعد هذه السفينة، سفينة المملكة الغالية، إلى بر الأمان. ولا شك أن كان لزاما على كل مواطن أيا كان موقعه وأيا كان منصبه سواء من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، كان على عاتقه عبء ومسؤولية تجاه هذا الوطن الغالي الذي قدم الكثير ولا يزال يقدم حقيقة أخي الكريم لأبنائه في كل مكان. من هذا المبدأ أتت هذه المبادرة من شركة راحلتي للنقل في المحافظة، في محافظة الدوادمي، بأن وضعنا 50 حافلة مجهزة بسائقيها وفرق الصيانة، رهن أمر وزارة الصحة في أي ظرف لا قدر الله لتخدم المحافظة بشكل عام حول هذه الجائحة التي أسأل الله عز وجل أن يجلي الغم على المسلمين عاجلا غير آجل يا رب. الأستاذ عبد الله الكرشمي، طبعا مبادرة غير مستغربة منكم وجهود كبيرة تقومون فيها من خلال ما تملكون وما يخدم الوطن في ظل هذه الأزمة، أكيد أنتم لكم جهود كبيرة، يعطيكم العافية. احنا نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تعالى أن احنا نبشر جميعا إن شاء الله بانتهاء هذه الأزمة، وجميع من قدم في هذه الأزمة له الأجر من الله تعالى وله الشكر والتقدير لجهوده وأعماله النبيلة اللي يقوم فيها. شكرا لك.